في الليلة الطويلة قبل 8000 سنة، أتوا الآخرون من الأرض دائمة الشتاء. يقال بالقصص عندما تتساقط الثلوج ويبلغ عمقها 100 قدم، وتأتي الرياح الجليدية تحوي من الشمال، حل الشتاء وجاء ليل دام جيلا كاملا. جاء الآخرون للمرة الأولى بالظلام، كانوا أشياء باردة، أشياء ميتة، تمقة الحديد والنار ولمسة الشمس، وكل مخلوق تجري الدماء الحارة في عروقه. اكتسحوا المعاقل والمدن والممالك، وأسقطوا الأبطال والجيوش بالآلاف، وهم يمتطون عناكبهم الجليدية والدببة الميتة والذئاب الرهيبة وحتى الماموث وخيولهم الميتة الشاحبة، ويقودون حشودا من الموتى حتى ظهر البطل الأخير الذي يقال عنه بالأساطير أنه أراد الاستعانة بأطفال الغابة ليساعدوه بسحرهم. فبحث عنهم برحلة طويلة وشاقة، واجه العمالقة والموتى والآخرون أنفسهم، حتى تخلى عن بعض رفاقه ومات من بقى معه. لكن بعد معاناة طويلة نجح بالعثور على أطفال الغابة، ومساعدة أطفال الغابة والبشر قاد المعركة الأخيرة. هو يحمل سيف فولاذ التنين، واستطاع الانتصار بالمعركة، المعركة من أجل الفجر، وطرد الآخرون إلى أقصى الشمال. الليلة الطويلة لم تكن حصرا على قارة ويستروس. يقول الرحالة لوموس لانغسترايدر في كتابه عجائب من صنع البشر أنه سمع عن قصص عندما حل الظلام على نهر الروين العظيم، جعله يتضاءل ويتجمد حتى ظهر بطل أخير الذي أقنع أطفال الأم روين، الذين يعترون بمثابة الآلهة في هذه الحضارة. أقنعهم أن ينهوا الخلافات بينهم، يغنون الأغنية السرية التي أعادت الحياة لنهر الروين وأزالت الظلام. وتوجد قصص أيضا مشابهة عن ظلام في مدينة الظلال آشاي، وبطل حارب ضد الظلام بسيف مشتعل. وانتشرت هذه الأسطورة من آشاي، ويدعي أتباع إله الضياء رولور أن هذا البطل كان يدعى أزو أهاي أو أزور أهاي. أسطورة أزور أهاي هي من آشاي وليست من وستروس، ولا يعلم إذا كان أزور أهاي هو نفسه البطل الأخير أو شخصية مختلفة تماما، وأنا أعتقد أنه شخصية مختلفة. وفي كتاب الأساطير The Jade Compendium ذكر عن ظلام حل على أراضي ييتي عندما اختفت الشمس عن الأرض لمدة أجيال. وهذه المرة استطاعت امرأة لها ذيل مثل القرد أن تنهي الظلام وتعيد الضياء. حديثنا اليوم عن الآخرون الظلال البيضاء، الوايت ووكرز. في هذا المقطع إذا ذكرت اسم الآخرون فأنا أعنيهم في الرواية، وجميع المعلومات تخصهم بالرواية. أما إذا ذكرت الوايت ووكرز فأنا أتكلم عنهم في المسلسل فقط للتوضيح. الآخرون يعتبرون عرق مثل باقي الأعراق، لهم ثقافتهم ولغتهم الخاصة التي تشبه صوت تشقق الجليد. هناك من يعبدهم ويقدم التضحيات لهم مثل كراستر، وزوجات كراستر يعتقدون أن أبنائهم تحولوا إلى آخرون مثل ما صار في المسلسل. وأيضا يقال أن هناك جماعات من الهمج تعيش في أقصى الشمال، يعبدون آلهة قاسية من الثلج والجليد، ويقدمون القربان لهم من أطفالهم. وتوجد قصص غريبة أيضا أن بعضهم ينام مع الآخرون ويلدون طفل نصف بشري. قال مؤلف الرواية جورج مارتن عن الآخرون: الآخرون غريبون وجميلون، مصنوعون من الثلج، نوع مختلف من الحياة، غير إنساني، أنيق وخطير. ويدعي اتباع إله الضياء أن الآخرون يعبدون العظيم الآخر، وليساندرا تصفهم بأطفال العظيم الآخر. أما ستانيس يسميهم شياطين مصنوعون من الثلج، الجليد والبرد. ووصفهم في الرواية في أول ظهور لهم أنهم يجلبون البرد معهم، ويأتي البرد عندما يأتون، عبارة عن ظل أبيض هزيل وقاسي كالعظام القديمة، لحمه شاحب كالحليب، ويرتدي درعا كنور القمر على سطح الماء، يعكس صورة الأشياء من حوله كالمرآة
ويحمل سيف لم يرى مثله من قبل، لم يطرق من قبل أي معدن بشري. كان ينبض بنور القمر شبه شفاف، كسرة من البلور شديدة الرق تكاد تتوارى على الأنظار. وعندما التقى مع نصل بشري لم يتردد رنين استطعام المعادن، بل مجرد صوت مرتفع رفيع عند حافة السمع كصرخة حيوان يتألم، صوت حاد شبيه بالعويل. وبالرواية أيضا عندما وجد سام تارلي كتب قديمة تصف الآخرون، ذكر فيها الآخرون دروعهم منيعة ضد الأسلحة التقليدية وسيوفهم باردة للغاية لدرجة أنها تحطم الفولاذ، لكن من نقاط ضعفهم أنهم يهابون النار وزجاج التنين يؤذيهم ولا يستطيعون الصمود أمام فولاذ التنين. وجون سنو وسام يعتقدون أن السيف الفليري هو فولاذ التنين، ونعرف بالرواية أن الآخرون يموتون من زجاج التنين، فسام قتل أحدهم بزجاج التنين. الوايت ووكرز في المسلسل هم مشابهين لوصفهم بالرواية، لكن توجد بعض الاختلافات بشكل عام. من أكبر هذه الاختلافات هي الشخصية الغامضة ملك الليل النايت كينج، فهو غير موجود بالرواية إلى الكتاب الأخير على الأقل، لكن توجد شخصية مشابهة لملك الليل النايت كينج القائد 13 لحراس الليل النايتس واتش. قصته كما ترويها العجوز أولد نان لبران ستارك كان محاربا لا يعرف قلبه الخوف، وكان هذا عيبه، فعلى البشر جميعا أن يعرفوا الخوف. كانت امرأة سبب في سقوطه، امرأة لمحها من على قمة الجدار، بشرتها بيضاء كالقمر وعيناها كنجمتين زرقاوين، ولأنه لم يكن يخشى شيء فقد طاردها وقبض عليها وأحبها، مع أن ملمسها كان ببرودة الجليد. وحين أعطاها نطفته سلمها روحه أيضا، ثم أخذها معه إلى قلعة الليل وأعلنها ملكة وأعلن نفسه ملكا. وبشعوذة مجهولة ربط إخوته في الحراسة بإرادته. طيلة 13 عاما حكما معا ملك الليل وملكته الجثة، إلى أن تحالف اللورد ستارك سيد وينترفل وجرم ملك الهمج أخيرا لتحرير الحراس من عبوديته. وبعد سقوطه لما اكتشف أنه يقدم القرابين للآخرين، دمر كل ما كتب عن ملك الليل من سجلات وحرم مجرد نطق اسمه. يقول البعض أنه من آل بوتن، والبعض يظن أنه كان ماغنر من سكاغوس أو إمبر أو فلينت أو نوري، والبعض يؤكد أنه من آل ويدفوت الذين حكموا جزيرة الدببة، لكنه لم يكن أيا من هؤلاء، بل كان ستارك أخ الرجل الذي طاح به. كان ستارك من وينترفيل، ومن يدري ربما كان اسمه براندون، وربما كان ينام في هذا الفراش بالذات، في هذه الغرفة بالذات. هذه قصة ملك الليل في الرواية القائد 13 لحراس الليل. لكن ماذا لو يوجد جانب آخر من القصة لم يذكر أو تم طمسه؟ ماذا لو كان متزوج من فتاة من الآخرون ليعقد السلام معهم، وكان يقدم التضحيات ويديم السلام ويلتزم بالاتفاق والعهد اللي أبرم بعد معركة الفجر؟ لأنه لو نرجع بالتاريخ قليلا، لا أحد يعرف كيف انتصر البشر. التاريخ في هذه الفترة غير موثق ولم يكتب بشكل لائق إلا بعد قدوم الأندلس أو الأنداليين بعد آلاف السنوات. أما القصص الموجودة عن هذه الحقبة الليلة الطويلة أو عصر الأبطال تؤخذ من النقوش والقصص والأغاني، ويعتقد بعض الميسترز من السيتدل حقيقة وقوع الليلة الطويلة لأنه توجد العديد من المصادر عنها، لكن لا توجد تفاصيل كيف انتهت الليلة الطويلة. ماذا لو توجد قصة أخرى لم تعرف أو لم يرد منها أن تعرف، مثل قصة ملك الليل بالرواية، وأنه كان يقدم التضحيات للآخرون ليديم السلام ويلتزم بالاتفاق، لكن الرجال الأوائل لم يرضوا بذلك، وقتل ملك الليل من قبل أخاه ملك الشمال، وطمس اسمه من التاريخ لكي لا يعرف العالم أنه كان من آل ستارك، كذلك لينتهي الاتفاق معه والاتفاق مع الآخرون. من الممكن أن الرجال الأوائل اعتقدوا أنهم الطرف الأقوى، يوجد جدار عظيم من الجليد والثلج يحميهم، وهم ليسوا بحاجة إلى اتفاق غير عادل يتطلب تقديم التضحيات من البشر.
طبعا هذا الكلام مجرد نظرية وتحليل لقصة النايت كينج، وهو مختلف عن النايت كينج في المسلسل. والآن دعونا نتكلم عن الملك الليل في المسلسل النايت كينج. هو قائد وملك الوايت ووكرز، لكن لا تعرف هويته. هو شخصية غامضة، لكن توجد الكثير من النظريات والدلائل تشير أنه من ستارك. وربما أن هوية النايت كينج في المسلسل هو براندون ذو النصر الدامي. براندون هذا هو والد براندون ذا بيلدر. هو شخصية أسطورية عاشت في عصر الأبطال، استطاع طرد العمالقة من منطقة الريتش، وفي الحرب ضد أطفال الغابة قتل عدد كبير منهم في منطقة تسمى البحيرة الزرقاء، وأصبحت تعرف بعد ذلك بالبحيرة الحمراء بسبب كثرة الدماء والقتلى فيها. وهذه واحدة من القصص من عصر الأبطال. لكن ماذا لو أن هذه القصة حقيقية، وأن أطفال الغابة استطاعوا الانتقام وقبضوا على براندون ذو النصر الدامي وزرعوا فيه القوة السحرية عن طريق الأوبسيديان أو زجاج التنين، وتحول إلى وايت ووكر؟ لأن أطفال الغابة الذين كانوا يخسرون قتالهم ضد البشر الأوائل أرادوا من صنع ورقة رابحة تغير مجرى الحرب إلى صالحهم. ولا يعلم إذا ساعدهم براندون أو ملك الليل بالحرب، ولا يعرف أيضا إذا كان ملك الليل هو الوحيد للتحول من قبل أطفال الغابة، وهناك خارون من بعده. لكن اللي نعرفه أنه انقلب عليهم، وانقلب السحر على الساحر، وشن حرب عظيمة ضدهم وضد البشر بالليل الطويلة مثل ما ذكرت سابقا. ملك الليل يملك قوة سحرية فريدة من نوعها، ويعتبر شبه مخلد، عمره بآلاف السنوات. ومن قواه السحرية أنه يستطيع إحياء الموتى أو السيطرة عليهم، ويكونون عبيدا لإرادته، ويطلق عليهم اسم الوايت. ربما هو يسيطر عليهم بسحر سكين تشينجر أو الروغ أو سحر مشابه. أيضا ملك الليل جرين سير يستطيع أن يرى الماضي ولمحات من المستقبل. فعلى سبيل المثال في الموسم السابع كأنه كان يعلم أن دينيريس تارجاريان قادمة إلى هذا المكان، وكأنه كان ينتظرها. وأيضا هو يستطيع التداخل بالأحلام أو الرؤى مثل ما فعل مع بران ستارك. من قواه السحرية أيضا أنه يرسل موجات بالأرض، ومن سحره أيضا أنه يبعد النار أو أن النار لا تؤثر فيه. ومن غير القوى السحرية ملك الليل يملك قوة جسدية مذهلة، برمية واحدة من رمحه الجليدي استطاع قتل تنين، والتنانين معروفة بقوة جلدها تستطيع الصمود أمام مئات من الأسهم. ومثل ما شفنا بالمسلسل استطاع ملك الليل إحياء التنين في سيريون، ويبدو أنه أصبح تنين جليدي، فيبدو أنه أقوى، فهو لا يتعب ولا يحس بالألم، وينفث النار الزرقاء اللي بلحظات استطاع تدمير الجدار. وملك الليل يملك جيش كبير من الموتى تحت إرادته، آلاف من البشر، ربما الحيوانات الميتة، وأيضا العمالقة اللي يعتبرون بغاية القوة. ولا ننسى قادة هذا الجيش الوايت ووكرز اللي يملكون بعض من قوة ملك الليل، وهم محاربين ماهرين للغاية. وربما نقطة ضعف هذا الجيش أنك تستطيع قتالهم بالدراغون جلاس والسيوف الفاليرية، وأيضا إذا قتلت ملك الليل تستطيع إيقاف جيش الموتى، لكن هذا غير مؤكد. فبعض الوايت ووكرز يستطيعون التحكم بالموتى أيضا. لكن الأهم ماذا يريد ملك الليل أو الآخرون بالرواية؟ هل هم قادمين لقتل جميع الأحياء في القارة، أم أنهم يريدون شيء أو شخص معين؟ أو ربما أنهم يريدون الانتقام من البشر لكسرهم العهد معهم؟ ومن الوارد أيضا أنهم يريدون من البشر أن يدفعوا الثمن وبعد ذلك يعقدون عهد وسلام جديد. كل هذه مجرد تساؤلات وتوقعات. وإلى هنا وصلنا إلى النهاية. أتمنى المقطع عجبكم، نشوفكم في مقاطع أخرى إن شاء الله.